رح نبدا اليوم. المره الماضيه مشينا في الراف هورويتس كرايتيريا، اليوم بدنا نحكي عن ستيدي ستيت ايرورز اللي موجوده بالسيستم. احنا لما حكينا عن الترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن ركزنا على الاشياء اللي بتصير بالترانزيت، حكينا عن الرايز تايم، حكينا عن الاوفر شوت، حكينا عن السيتلينج تايم، حكينا عن الفيرست تايم تو بيك، ذكرنا ستيدي ستيت ايرور بس ما دخلنا فيه حسابات. اليوم رح نطلع كيف نحسب ستيدي ستيت ايرور، نخلص من ستيدي ستيت ايرور، ليش الاشياء او الفيوز اللي بتفكر حتى اخلص من ستيدي ستيت ايرور. خلينا نطلع على فيرست اوردر سيستم. رح افترض انه عندي فيرست اوردر سيستم له تايم كونستانت تي اس، شيك هذا فيرست اوردر، فيرست اوردر لانه في عندي اس بس اس 1، وبعدين عندي تي اللي هي التايم كونستانت من هون. هلا راح اخذ هذا السيستم وراح اركب عليه بروبورشنال كنترول اللي هي الفيدباك الكي. لما كنا احنا نستعمل كي هذه عباره عن بروبورشنال كنترول، يعني ما بعمل اي شيء في الايرور غير اللي بطلبه فيه. راح احط هون كي، راح اعمل نيجاتيف فيدباك، ركبنا احنا على هذا السيستم فيدباك رح نلاقي من محاسن الفيدباك احد الاشياء اللي بيفعل فيها فيدباك بتخلص من الديستربنس. لو دخل عندي ديستربنس هون بخفف منه، بحسن الرايز تايم تبع السيستم، وممكن يعمله ستيبل في الحاله هاي لانه فرض السيستم اصلا ستيبل. بس لو كان هذا البول في الليفت في الرايت هاند سايد، النيجاتيف فيدباك مع كونستنت جين هون كي رح يعمله ستيبل. السؤال الان اللي انا بدي اساله، رح احط هون شيء اسمه اي او اس. اي او اس شو بيمثل؟ الايرور ما بين السيجنال اللي انا بدي اسمي هذا سي او اس وراح اسمي هذا يو او اس. انا بشتغل بالفريكونسي دومين، مش بقدر احول من الفريكونسي دومين للتايم دومين والعكس. كيف بحول من الفريكونسي دومين للتايم دومين والعكس؟ باستعمال لابلاس ترانسفورم. اذا احنا رح نطلع، بدي اطلع الان على هذا السيستم وبدي اشوف ايش ستيدي ستيت ايرور بتغيير كي، قديش الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت. ستيدي ستيت ايرور راح اعرفه E of S، راح اعرفه انه هو U of S minus C of S، يعني قديش اختلف الاوتبوت تبع هذا السيستم عن الفاليو اللي انا طالبه. انا هذا الفاليو اللي طالبه، هذا هو الريفرنس، هذا هو الديزاير اللي انا بتمناه، بتمنى اني اوصل له، هذا بتمنى انه هيك يكون السيستم، هذا اللي بيصير في الواقع. الفرق بينهم هو الايرور، الفرق بين U of S و E و C of S هو الايرور اللي عندي بالسيستم. انا بدي احاول هذا الايرور يكون اقل من ما يمكن، بس بدي اشوف ايش هو بعد فتره طويله جدا، بدي اشوف قديش هذا الايرور بصير. فانا ستيدي ستيت ايرور تعريفه مختلف شوي عن الايرور، هو الليمت as t approaches infinity of the obvious. يعني هو قديش بيكون ستيدي ستيت ايرور، يعني هو فعليا ستيدي ستيت ايرور هو e او e of t limit as t approaches infinity. إذا الستيدي ستيت ايرور هو الايرور اللي بضل فيه ايرور، بضل ما بين الانبوت والاوتبوت، بضل موجود باستمرار، بعد فترة طويلة جدا بضل في عندي ايرور بين الانبوت والاوتبوت، بدنا نلاقيها. فبدنا نحسب هذا الستيدي ستيت ايرور. عرفنا احنا الستيدي ستيت ايرور هو اي اوف اس بتساوي يو اوف اس ماينس سي اوف اس، وانا هفترض في الحالة هاي انه يو اوف اس هي ستيب فانكشن. إذا بالفريكونسي دومين شو حتكون الفانكشن تبعتها؟ يو اوف تي هي يو اوف تي في التايم دومين، يو اوف اس في الفريكونسي دومين، شو راح يكون شكلها من هون اذا كانت ستيب فانكشن؟ واحد على اس، يونت ستيب فانكشن راح نعرفها. اذا خلينا الان نحسب، خلينا اول شيء نشوف شو الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم. الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم شو راح تصير؟ راح اضرب هاي في هاي مش هيك؟ لانهم ورا بعض، فتصير هاي كي على تي اوف اس بلس 1، وبعدين راح احطها في نيجاتيف لوب، متذكرين؟ بصير جي اوف اس على 1 زائد جي اوف اس، خذ متذكر؟ فراح تصير عندي ترانسفير فانكشن النهائية تبعت هذا السيستم بعد ما ابسطها اعمل بلوك دايجرام ريدكشن. راح تصير عندي في الاول كي على تي اوف اس بلس 1، وبعدين راح اخذ جي اوف اس، بلاش استخدم جي اوف اس، استخدم جي اوف اس على 1 زائد كي تي اوف اس بلس 1. متذكرين هاي من وين اجت؟ لما يكون في عندي يونيتي او عندي كلوز لوب نيجاتيف فيدباك راح يصير عندي جي اوف اس على 1 زائد اتش اوف اس جي اوف اس، وهاي بلس ليش؟ هاي هون نيجاتيف. اذا هاي اذا بسطتها بضرب البسط والمقام في تي اس بلس 1، راح يصير عندي كي على تي اس بلس 1 بلس كي بلس كي. هاي صارت عندي ترانسفير فانكشن. طيب اذا سي اوف اس شو بتساوي؟ الاوتبوت لا
الاوتبوت راح يساوي يو يو اوف اس في اف اوف اس. مظبوط. يو اوف اس هي عباره عن واحد على اس، اف اوف اس هي عباره عن هذا الشكل اللي موجود هون. راح يصير عندي كي اوف اس تي اس بلس 1 بلس كي، وتساوي كي على اس في تي اس بلس 1 بلس كي. طيب اي اوف اس شو بتساوي؟ الايرور احنا عرفناها هون يو اوف اس كله يو اوف اس ماينس سي اوف اس، وتساوي اس ماينس سي اوف اس، وتساوي 1 على اس ماينس هذا اللي هي سي اوف اس. اذا هذا راح يكون عباره عن 1 كي على اس تي اس بلس 1 بلس كي، وتساوي راح اخذ هون مقام مشترك اللي هو هذا الدينومينيتور مشترك، وعندي هون اس تي اس بلس 1 بلس كي. على هاي راح تعطيني هذا اللي راح يصير تي اس بلس 1 بلس كي ماينس هاي نفس هاي راح تصير ماينس كي ثاني كي مش تطلع كي، يصير عندي هذه تساوي تي اس بلس 1 على اس تي اس بلس كي. هلا ستيدي ستيت او شو بيساوي؟ بيساوي هاي لما بتروح الزمن بروح لانفينيتي او اس بتروح لزيرو. كيف ممكن الاقي ستيدي ستيت ايرور؟ ايش ممكن استعمل شغله احنا استعملناها؟ زيرو ليش؟ زيرو ايش زيرو؟ بعوض ايش زيرو؟ بدل الاس المقام بدل الاس بعوض زيرو. بس في شيء احنا عملناه بتذكروا شو كنا نعمل؟ ايش كان اسمها الثيرم؟ فاينل فاليو ثيرم. بستعمل فاينل فاليو ثيرم. الفاينل فاليو ثيرم بتقول of f of t as t approaches infinity ايش كانت تساوي؟ ليميت لايش؟ ل s f of s as s approaches. متذكرين فاينل فاليو ثيرم؟ بدل ما اعمل انا بقدر اعمل انفرس لابلاس ترانسفورم. كيف بدي اعمل انفرس لابلاس ترانسفورم؟ شو بدي اضطر اعمل؟ بارشل فراكشن اكسبانشن وبعدين بعمل انفرس لابلاس ترانسفورم. بس هاي طويله، انا كل اللي بدي اياه بدي الفاليو النهائي. فطريقه اسهل من هاي اني ايش اعمل؟ اني اخذ يعني كاني عمالي بقول من هون اذا استعملتها ليميت اي اوف تي از تي ابروتشز انفينيتي هو ستيدي ستيت ايرور مش هيك؟ وهذا بيساوي ليميت as s approaches 0 s e of s. بس انا عندي s e of s هي موجود مش هيك؟ اذا شو عملنا؟ بضرب هاي في ايش؟ في s وبعوض محل s 0. اذا رح يصير عندي هلا steady state error e s s بتساوي limit as s approaches 0 s. ال s لما بضربها شو بتشطب؟ بتطلع ال s اللي هون بضل عندي 4 t s بلس 1 على تي اس بلس 1 بلس كي. لو عوضت اس هون شو بصير؟ واحد على شو بضل عندي؟ واحد على واحد على كي زائد واحد على كي. شو يعني ايش بقول لي هذا؟ ايش بستفيد من هاي النتيجه؟ ستيدي ستيت ايرور شو بيساوي؟ واحد على واحد زائد كي. انا ايش بدي ستيدي ستيت ايرور يكون؟ قليل. قليل. إذا إيش بقدر أعمل حتى أقلل الستيدي ستيت ايرور؟ بكبر كي. بكبر كي. إذا كل ما زدت كي راح يصير عندي ستيدي ستيت ايرور. هذا بقدر أمثله بالشكل التالي. لو أنا دخلت input step function على هذا الفيرست أوردر سيستم، لما كي تكون صغيرة راح يكون في عندي لارج ستيدي ستيت ايرور. كل ما كبرت كي لاحظوا التايم كونستنت كمان عماله بتغير، عم بيصير السيستم اسرع كل ما زدت كي. وشو بصير بالستيدي ستيت ايرور؟ هذا ستيدي ستيت ايرور في له اسم، ستيدي ستيت ايرور في بعض كتب او بعض اوثرز بسموه اوفست. لانه في عندي هذا الايرور امتى رح ينتهي؟ امتى رح يروح يختفي هذا الايرور؟ في الانفينيتي. ما عمره رح ينتهي، رح يضل الى الابد مش هيك؟ انا هون حطينا انفينيتي. اذا مشكلتي بهذا السيستم، إذا نرجع لمثال صاحب المصنع لما طلب منك تصمم له كنترولر لهذا السيستم، بالإضافة للتايم الرايز تايم والأوفر شوت والسيتلينج تايم، أحد الأشياء إيش رح أطلبها منك؟ رح أقول لك ما بدي ستيدي ستيت أو يكون أكبر من قيمة معينة. وأنت تصميمك للكنترولر، الكنترولر هون بالحالة هاي شو هي؟ كي اللي هي شو سميناها؟ بروبورشنال بروبورشنال كنترولر، هذه اسمها بروبورشنال كنترولر، أبسط أنواع الكنترولر.
هاي بروبورشنال كنترولر، ابسط انواع الكنترولرز في الحاله هاي. والستدي ستيت ايرور في الحاله هاي راح يساوي 1 على 1 زائد كي، وكي كل ما زادت قيمه كي راح يصير ستدي ستيت ايرور، بس ما راح يصير زيرو الا عند كي انفينيتي.